alright عزيزي المتابع، وصلنا بوكس جديد من جيمز هير. خلينا نفتح البوكس على السريع. Come on dude. وهو عبارة عن gaming control. Put this away. هذا هو الجيمنج كنترولر عزيزي المتابع من جيم سير، يدعى بالجي 4 برو، ويدعم الاندرويد والاي او اس والسويتش والبي سي، ولا اعتقد انه يدعم البلاي ستيشن والاكس بوكس، وهذا يعتبر نوعا ما من بين سلبيات هذا الجيمنج كنترولر. نفتح الجهاز مباشرة. And voila. كما ترى عزيزي المتابع. اوكي. هذا هو الكنترولر عزيزي المتابع. ماذا تأتي في العلبة كذلك؟ تحت الكنترولر مباشرة سنجد مباشرة كيبل تايب سي من أجل الشحن، كذلك رسالة شكر خاصة بجيم سير، والمانيول جايد من أجل الاستعمال وتركيبه مع السويتش والبي سي وكذلك الاي او اس والاندرويد، كذلك وريزيت بعض الستيكرات والسوشيال ميديا الخاصة بجيم سير، وستيكر الستيكر الخاص بجيم سير as you can see here. تقريبا هذا كل شيء فيما يخص البوكس الخاص بالجي 4. جيم سير جي 4 برو مالتي بلاتفورم جيمنج كنترولر. خلينا نتكلم عن مواصفات الكنترولر على السريع. في خصوص الدعم، يدعم اربع منصات: الاي او اس، الاندرويد، البي سي، والنينتندو سويتش. تمنيت لو كان يدعم كذلك البي اس 4 والبي اس 5 والاكس بوكس، لكن للاسف يدعم فقط اربع منصات. اما فيما يخص الازرار عزيزي المتابع، فكلها تاتي بالماغنيتيك، يعني ازرار مغناطيسيه، يعني يمكن لك نزعها وتركيب يعني ازرار اخرى بدون اي مشاكل، بدون يعني نزع كل الغطاء الى غير ذلك، فقط تنزع الازرار وتلصق ازرار اخرى، which is cool. خاصيه اخرى Metal Plastic Buttons، يعني هاته البوتنز L2 والR1 إلى غير ذلك، يعني تأتي بإحساس معدني. I don't know why، يعني تشعر أن هاته الأقفال أو أزرار معدنية. طبعا لم أجد تفسير منطقي لهذه الأزرار، يعني كيف تم صنعها، لكن تشعر أنها خليط ما بين البلاستيك والمعدن، بتركيبة مميزة. حتى الأقفال لا تبدو ثقيلة، إن كانت من المعدن لربما كانت ثقيلة، لكن تحس أنها يعني well done. وكل هذا من أجل كنترولر متين ويستطيع تحمل يعني الضربات إلى غير ذلك. ميزة أخرى عزيزي المتابع، قبضة مريحة. طبعا أجد على حسب تجربتي الخاصة، أجد أن هذا الكنترولر منح لي أفضل مسكة ممكنة، حتى وجدتها أفضل من مسكة الإكس بوكس، يدة الإكس بوكس وكذلك يدة البلاي ستيشن 4. طبعا يد راحت في داك الشيء كما قال لك. I'm sorry. المهم اين كنا؟ كنا في مسكة الكنترولر. طبعا مسكة الكنترولر من المستحيل كما رأيتم في المثال الحي، مسكة الجيم سير من المستحيل ان يسقط من يدك، يعني المسكة مريحة وفي نفس الوقت يعني مسكة متينة. اما فيما يخص مسكة البلاي ستيشن 4 يدة الكنترولر ديال شوك، المسكة يعني لزجة بعض الشيء. كذلك فيما يخص مسكة الاكس بوكس، يعني يمكن ان تقع من يدك كما حدث في هذا المثال الحي، يعني مسكة مريحة وفي نفس الوقت متينة، وهذه نقطة تحسب لهذا الكنترولر. ميزة اخرى asymmetric motors، يعني محركات asymmetric بvibrations ممتازة، يعني لا أستطيع التعبير عن هذه الخاصية، لكن الvibration الخاصة بهذه الكنترولر أو بهذه اليدة ممتازة لأبعد الحدود على حسب رأيي الشخصي. ما راح أقول لك أنها أفضل شيء ممكن، لكن على الأقل منحت لي أفضل تجربة ممكنة كباقي الكنترولرز الاحترافية. وما راح أقول لك أنها أفضل من الvibration الخاصة بالإكس بوكس، حتى الفايبريشن الخاصة بيدة الاكس بوكس ممتازة إلى بعد الحدود، لكن الفايبريشن الموجودة في هذا الكنترولر لم تقدم أداء أسوأ، بل كان في المستوى. هذا كل شيء. ميزة أخرى عزيزي المتابع، لما تفتح يدة الجيم سير جي 4 برو راح تجد ثلاثة أزرار، من بينهم زر الجيم سير أو زر الهوم الذي يسمح لك بعمل كونكشنز مع البلاتفورمز الأخرى، الأندرويد، الأي أو إس
والبي سي والنينتندو سويتش كما قلت. بكل تأكيد ما راح تضغط على الزر وتعمل كونكت مباشرة. لكل بلاتفورم لديها أزرارها الخاصة، راح تظهر في الشاشة وكذلك راح تجدها وراء الكنترولر. A بلس هوم من أجل عمل كونكشنز للأندرويد، أوكي؟ B بلس هوم من أجل عمل كونكشن مع الاي او اس. X بلس هوم من أجل عمل كونكشن مع البي سي. والواي بلس هوم من أجل عمل كونكشن مع سويتش، بالإضافة لزرين آخرين كما قلت عزيزي المتابع. زر من أجل عمل سكرين شوت، هذه ميزة جيدة جدا في أي بلاتفورم، لما تضغط هذا الزر راح يعمل سكرين شوت مباشرة. بالإضافة إلى زر آخر، زر خاص بالتيربو، هذا الزر يسمح لك في ألعاب الفيرست بيرسون شوتر أو ألعاب الشوتر بصفة عامة، يعني يمنح لك خصائص حصرية لا يمنحها لك أي كنترولر آخر. ما تضغط على الرشاش تيربو. طبعا حاليا لم أستخدم ولم أجرب هذه الخاصية في أي لعبة شوتر، لكن على حسب رأيي أعتقد أنه سيساعدك في الأيم أسيست، وكذلك سيكون لما تستخدم أي سلاح في أي لعبة شوتر السلاح سيكون أسرع بكثير. تعتبر ربما كغش في اللعبة، لكن على ما أعتقد أنها خاصية خاصة ببي تو وين، يعني it's obvious. في أسفل اليد راح تجد كذلك USB dongle، هذا USB صغير 2.4 GHz، يسمح لك بالاتصال ما بين الكنترولر والبي سي وايرلسلي، يعني بدون واير بدون كيبل، حتى تستمتع باللعبة وايرلسلي. طبعا التجربة كانت ممتازة إلى بعد الحدود وبدون أي مشاكل، it was perfect for me. بما يخص بطارية الجي 4 برو، على ما أعتقد أنها عادية جدا، لأنها تأتي ب 800 ملي أمبير، ومقارنة مع البطارية الخاصة بالديال شوك الخاصة بالبلاي ستيشن 4 أو يدة الإكس بوكس، كلها أكثر من 1000 ملي أمب، وبالتالي أعتقد أنها من بين سلبيات هذا الكنترولر. على كل حال عزيزي المتابع، لم أضغط على هذه اليد حتى تعرف على الوقت التي تنزل فيه البطارية إلى أقصى شيء، لكن 800 ملي أمبير أعتقد أنها كافية، 800 تكفي، ليست كما يدة الإكس بوكس ويدة البلاي ستيشن 4 وعلى شيء يدة البلاي ستيشن 5، لأنها تصل ربما البطارية فيها إلى 1570 على ما أعتقد، لكن ربما 800 تكفي، لكن عادية جدا، البطارية تعتبر عادية جدا، ربما هذه من سلبيات اليد. على كل حال عزيزي المتابع، لما تفرغ كل بطارية الكونسولر تستطيع شحن الجي 4 برو عن طريق USB Type-C وتستطيع اللعب به مباشرة كذلك، يعني شيء جميل جدا أن جيمسير مهتمين ومواظبين مع العصر والتكنولوجيا، يعني خرج Type-C ندلك Type-C no problem. هذه ميزة كذلك فيما يخص الجيمسير. أما الآن عزيزي المتابع، نتكلم عن الإيجابيات والسلبيات، وتكون فقرة صغيرة جدا. فيما يخص السلبيات، لم أجد أي سلبية عزيزي المتابع ما عدا 800 ملي أمبير الخاصة بالبطارية، أعتقد أنها عادية جدا، لذلك صنعتها من بين السلبيات. شيء آخر، جربتها في الهاتف، جربتها في البي سي ولم أجربها على الآي أو إس والنينتندو سويتش. تجربتي الخاصة في البي سي وفي الهاتف كانت ممتازة إلى بعد الحدود كما رأيت في الشاشة، perfect. لذلك السلبية الوحيدة التي أراها حاليا البطارية، that's it. إذن عزيزي المتابع، كان هذا كل شيء من حلقة اليوم، وأتمنى من كل قلبي أن تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابك. وللمزيد من مثل هذه المراجعات، لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة، ولا تنسى كذلك متابعتي على الفيسبوك والإنستغرام وتفعيل جرس التنبيهات من أجل التوصل بحلقاتنا أول بأول. ولا تنسى كذلك تفقد زر الانتساب، ربما سيعجبك أو ربما لا، I don't know. على كل حال، شكرا جزيلا لمشاهدتك هذه المراجعة وتقييمي لهذا المنتج، ربما 4 نجوم من أصل 5. إذا كنت ترى أن هذا الكنترولر مناسب لك، فرح تجد رابط هذا المنتج في الوصف أسفل هذا الفيديو. كان معك أخوك عصام من قناة ديزت كوميونيتي، and see you next time. كنترول شفاء؟ زر.